عندي مناشده ويا السيد المكاظم بالنسبه للتجاره. التجاره حيل يعني كيلو سكر بتونس زيت بثلاثه حصه ماكو قونيه طحين بخمسين الف هاي وحده قونيه طحين بخمسين الف الصفر زين مال الحصه اللي مات الوكيل باربعين زين هذا المواطن السوق كله من يجي لو على راتب لو عماله لو مدري شنو بالنسبه شنو اللي خدمته الحكومه تجاره ما شنو قونيه قونيه سكر ستين الف زين الايجارات جات تصعد مال السوق ايجارات مال البيت هي هم كذلك يعني هاي كلها تاثر على المواطن على البيع اي بس احنا نريد حل يعني التجار جاي يلعبون لعبتهم منو اللي مسؤول على هذا الهوسه كلها صاعدة السوق هاي محلات مسؤول عليها هو القي مقام لا مو يدخل مو هنا على العراق عموما المسؤول عليها هي الدوله هو الكاظمي هو اللي يحكم الكاظمي خليه يقرر ويسوي صوره حل يعني المواطن هسه ياخذ له 50000 شو كذا بس قل لي انا اللي اقوله 50000 ما تسوي يعني هسه بس طلبات الجهال ممكن 50000 زين مصرف كبير اذا بس البنيه الطحين صارت ب 40 هاي كانت ب 40 هاي ما الحصه زين بطل زيت ب 3 تمام.